في حلة على النار، حطيت هنا معلقة كبيرة مليانة من السمنة وبسيبها تسخن كويس جدا. ممكن هنا تستخدمي زبدة على زيت زي ما انتي حابة. هنزل هنا كوبايتين من الشعرية، طبعا كمية الشعرية اللي انتي حباها، بس انا هنا هستخدم كوبايتين بس من الشعرية. هبدأ ان انا احمر الشعرية عادي خالص زي ما بنعملها للرز، نبدأ ان احنا نحمرها ونديها لون. بقلب كويس الشعرية لحد ما تتغطى بالمادة الدهنية اللي احنا حاطينها. هنا خليت النار وسط، ببدأ بقى ان انا اقلب بالشكل ده لحد ما الشعرية عندي تاخد لون. طبعا الاكلة دي سهلة وسريعة، تعمليها للعشاء تعمليها للفطار، سهلة جدا ما تاخدش وقت خالص. هفضل اقلب كده لحد ما الشعرية تاخد معايا اللون اللي انا عايزاه. اهم حاجة ان ايدك تبقى فيها عشان كلها تاخد لون واحد، ما تبقاش فيها محمر قوي فيها لا، ايدك تبقى فيها وتنزلي كده وعلى نار هادية، بلاش النار العالية قوي عشان ما تتشعوضش منك وتتحرق. زي ما انتوا شايفين بصوا بقى الشعريه اخدت معايا لون حلو ازاي. طبعا درجه الشعريه ودرجه اللون اللي انتوا حابين تدوها لها. انا شايفه ان اللون الذهبي اللي معايا ده حلو قوي كده. هحضر في المرحله دي كوبايتين من الميه، يعني كل كوبايه من الشعريه عليها كوبايه من الميه، الميه العاديه من الحنفيه. هنزل باول كوبايه وهنزل كمان بالكوبايه الثانيه، خلاص كده هقلبها وهسيبها تاخد غلوه، بعد كده بوطي عليها واسيبها تتشرب خالص الميه دي، بس بعد ما تغلي معايا غلوه واحده. شايفين اهو كده خلاص حطينا الميه، بصوا الميه مغطياها ازاي، اهي كوبايتين من الميه، يعني كل كوبايه شعريه حطيت عليها بنفس الكوبايه اللي استخدمتها في معيار الشعريه هي معيار الميه، حطيت كوبايتين من الميه، لو احتاجت ميه تاني هزود، ما احتاجتش خلاص بسيبها تغلي معايا غلوه، بعد كده ببدا ان انا اوطي عليها النار واغطيها واسيبها تتشرب الميه خالص. بصوا لسه هتغلي بقى، زي ما انتوا شايفين بقى لقيتها بتغلي معايا كده، بقلبها كده تقليبه بالشكل ده اهو، وهوطي بقى النار واسيبها بقى تتشرب الميه اللي فيها خالص. وزي ما انتوا شايفين الشعريه عندي استوت، بصوا بقى قد ايه هي مفرفره، بصوا مش معجنه هي طبعا عشان لسه سخنه كمان. طبعا انا هحط بقى السكر في المرحله دي، ما حطيتوش على النار، انا حطيته بقى في المرحله دي بيبقى افضل بقى، انا بالنسبه لي السكر في المرحله دي كمان بيبقى افضل من انا بحطه على النار. سكر بقى عادي سنترفيه، سكر مطحون زي ما انت عايزه بقى والكميه اللي انت عايزاها. بصوا بقى هيسيح دلوقتي كمان مع السخونيه دي، حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها وبالف هنا. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.